كل سنة وحضراتكم طيبين. وطبعا عايز اعرف بقى كل واحد عمل ايه في العيد. في اللي نام زي حالتي قاعد يتقلب من الجنب اليمين للجنب الشمال التسعة ايام اللي فاتوا، في ناس سافرت، في ناس خرجت يعني قالت لك لا انا مش هسافر بس هنقعد هنا ونخرج، في ناس انا اعرفهم صحابي ما سافروش وندموا ان هم ما سافروش، في ناس صحابي سافروا وندموا ان هم سافروا. ليه؟ لان الاماكن كلها كانت زحمة جدا. أكيد. انت عملت ايه بقى؟ والله انا كان عندي بلان سفر بس اتلغت بسبب ظروف كده في اخر لحظه، قعدت في البيت. يعني قعدت في البيت وبعد كده قعدت في البيت. ايه ده؟ يعني لما بين بيتي وعند خالي كل يوم بشوف لك ستوري في مكان شكل في خروجه يعني ايوه لا ما انا مش بحسبها، بس انا في الاخر قاعده في القاهره، انا قاعده في البيت بالنسبه لي. يعني اما بروح لخالي اما قاعده في البيت. بس يعني قضيت في مصر بس اتبسطت قوي، كنت حاسه ان انا محتاجه ده، يعني ان انا اقضي وقت مع عيلتي اكتر بقالي كتير. أيوة. ما عملتش ده على فكره، دي والله اتبسطت جدا. ما بنتجمعش للاسف غير هو في العيد، يعني بنبقى اول يوم العيد مثلا بنتجمع الام والاب والاولاد وانت اختك كمان بنمارك لها، طبعا هي متجوزه بقى لها حبه بس اكيد ده اول عيد بقى وهي متجوزه، فاكيد كانت معاكم فاكيد كان عيد مختلف. كل سنه وانتم طيبين. يعني وانت طيبه يا حبيبتي. طيب ايه معانا ايه بقى ولا هنعمل ايه؟ الرجوع بعد الاجازه عامل ازاي؟ يعني بتحسوا بايه كده وانتوا راجعين الشغل بعد اجازه طويله وكمان سفر؟ يعني انا عن نفسي اول يوم ببقى قبلها بيوم كده شايله هم، حاسه انا ورايا حاجه مش قادره اصحى بدري، لان انا انتوا بتبقوا اتعودتوا خلاص ان انتوا بتناموا متاخر، ففكره الصحيان البدري دي بجد بتبقى صعبه. انا اتعودت نفسي تاني على مواعيد نوم صح عشان تبقي صاحيه فايقه ومش متضايقه كده. لا فكره ان انت يعني احنا بالنسبه لنا طبعا عشان بنوضب بقى عندنا ترتيبات قبل، يعني الناس اللي شغالين في مثلا في شركات في بنوك عادي خلاص بيلبسوا اي حاجه وروحوا نازلين، احنا عندنا توضيبات بقى هنلبس ايه والاكسسوار، يعني بيبقى في كواليس على فكره، في حاجات كتير قوي بنحتاج فعلا نرتبها. يعني انا اليوم ده انا اليوم اللي قبل بنزل فيه عندي شغل بيبقى يوم كله تحضيرات، بنزل اشوف لبس، بنزل بقعد اجيب جزمه، اجيب ناقصني اي حاجه كده حتى الميك اب يعني. فلا امبارح كان يوم بصراحه كان تقيل شويه بس انا النهارده مبسوطه، يعني انا وحشني الاجواء هنا بصراحة. هو وهن بجد وحشنا والقعده كمان مع حضراتكم اكيد وحشتنا.